الفيديو ده رقم 2 مكمل للفيديو بتاع زحل القوس تقريبا. نرجع تاني ونقول الناس اللي بتتكلم في النجوم وفي الكواكب والكلام ده، السؤال الناس اللي بتحرم العلم ده من البداية بيحرموه لأن هما بيعتبروا إن أنت بتعبد عبادة الكواكب والنجوم، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نحن لا نعبد الشمس ولا نعبد القمر ولا نتقرب إلى زحل ولا نتقرب إلى زحل بالأضحيات وبالقرابين حتى يفك نحسه عنا. نحن لسنا من عبدة زحل ولسنا من عبدة المريخ ولا من عبدة الكواكب والحمد لله. طيب لا، لسنا من الصابئة يعني، ولكن الكواكب هي مؤثرة بالطاقة بتاعتها، بحركتها، بالذبذبات اللي بتعملها. طبعا هو يقول لك لا، مفيش حاجة اسمها ذبذبات ومفيش حاجة اسمها طاقة ومفيش حاجة اسمها الكلام ده. طيب امال الواي فاي والانترنت والارسال، كل ده مش طاقات ومش موجات. انت لا تؤمن ان الكواكب لها ذبذبات او لها طاقات او لها تردد طاقي او لها موجات، يعني انت لا تؤمن بالموجات بتاعتها. هي القصة كلها قصة طاقة، الطاقة بتتكون من ذبذبات والذبذبات بتنتشر على هيئة موجات. بس ادي كل ما في الموضوع. قانون السرعه، السرعه سرعه الضوء تساوي التردد في ايه بقى؟ التردد في حاجه كده، التردد في ايه؟ التردد في طول الموجه، ماشي. الميو بتساوي ال في، او الفي بتساوي مش عارف ايه كده، لمضة في ميو. القانون بتاع التردد في طول الموجه. فاذا كان الحاجه اللي انت بتتكلم عنها دي ترددها عالي يبقى طولها الموجي قصير، طبعا قوانين الفيزياء. واذا كان الطول الموجي كبير يبقى التردد منخفض، زي الملائكه والشياطين. الملائكه ترددها اعلى من الشياطين، الملائكه في التردد العالي، الشياطين في التردد الواطي. هو لا يؤمن ان هناك تاثير في الطاقات المرئيه والخفيه، وده غلط. الطاقات الغير مرئيه تبدا من وجود ان هناك الله ونحن لم نراه ونؤمن به، فهو غيب مخفي، طيب، أو غيب كلي مخفي. نؤمن بوجود الملائكة ولكننا لم نراه، نؤمن بوجود الشياطين ولكننا لم نراه، ولكن هي موجودة يعني. نؤمن بوجود إن الشمس بتشرق الصباح وبتعمل حرارة وضوء، والقمر برضو له طاقة، وتؤمن إن الكواكب لها طاقة. هل أنت بتعبدها؟ هل تعبد الشمس؟ الإجابة لا. أمال كيف تؤمن إن الشمس لها حرارة وضوء؟ يعني أبسط قواعد المنطق، أبسط قواعد المنطق والتحليل والنقاش العلمي. أبى الله إلا أن يجعل لكل شيء سببا. الله خلق زحل، هو رمز للنحس وأيقونة النحس وأيقونة السجن. ربنا خلق زحل كده، شكله شكل الحلقة، زحل أبو حلقات، رمز السجن في الأرض ورمز التقييد يعني كده. هي دي حكمة الله في الكون، تلك حكمة الله، إن الله جعل ساعة إلهية سماوية في السماء. إيه فايدة الكواكب اللي بتلف مع الأرض حول الشمس؟ تنكر إن في كواكب؟ تنكر إن في نجوم؟ طب ربنا اللي خلقها. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ربنا بيحلف بمواقع النجوم، وإنت تيجي تقول إن النجوم ملهاش تأثير. وهو الذي جعل في السماء بروجا، والنجوم مذكورة، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يبقى النجم تهتدي به في ظلمات البر والبحر وهكذا، وتهتدي به في معرفة الأحداث الواقعية من خلال دراستك لهذا الشيء وتغيرات الكواكب في السماء. طب ايش الغلط في كده؟ ايش الكفر في كده؟ انت مؤمن بالله وان الكواكب هي مخلوقات من مخلوقات الله، تمشي بأمر الله وتتحرك بأمر الله وتسير بأمر الله، وحتى الجن والشياطين والسحر تؤثر بأمر الله، وكل والشمس تحرك بأمر الله، كل شيء يحرك بأمر الله، كلهم جميعا مخلوقات الله. وش الغلط في كده؟ ايش الغلط في هذا المعتقد الديني ان الله جعل التأثير في الأشياء ولكنه يملك الضر والنفع؟ الله احيانا يعزل عنك الضر ويعزل عنك النفع، لانه في الاول وفي الاخر بيد الله، الأشياء دائما بيد الله. إن الإيمان بالله أقوى من الأسباب، ولا الإيمان بالله ثم الأخذ بالأسباب؟ الإيمان بالله ثم الأخذ بالأسباب. يعني ما ينفعش تروح تحط إيدك في النار وتقول ما بتحرقش، ما ينفعش يبقى في عندك دلالات في الخريطة وتقول مش هعدلها. يبقى من هنا يجي بقى الخريطة الفلكية، مواقع الكواكب في خريطة الميلاد وتعديل النحوسات الفلكية، أو معرفة حظوظك الفلكي والوعي بنحوسات الخريطة الفلكية يخليك تعدل هذا النحس.
أما إنك أنت تنكر الخريطة وتنكر الكواكب وتنكر تأثير الفلك وتنكر تأثير الكواكب وتنكر تأثير النجوم وتنكر أهمية النجوم وتنكر أهمية الكواكب وتنكر أهمية الشمس وتنكر أهمية القمر وتنكر أهمية منازل القمر وتنكر أهمية تنكر تنكر تنكر. طب ده ينفع؟ ده ينفع يعني؟ ده ينفع بالله يعني؟ طيب خلاص، ربنا خلق الشمس والقمر والكواكب والنجوم وتؤثر، وخلق الشياطين وتؤثر بأمر الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لازم الله يشاء، تلك مشيئة الله، إن خلق الخلق وجعلهم يؤثرون في بعضهم البعض، دي حكمة الله في هذا الكون الفسيح. طيب هل ده معناه إنك تكفر بالله وتؤمن بالأسباب؟ لا طبعا، تؤمن بالله وتأخذ بالأسباب. هل ده معناه انك تكفر بالله وتعبد الاسباب؟ لا طبعا برضو. فالناس عندها يعني، كنت بتكلم مع الملحدين والملاح ده، عندهم مشاكل في الايمان ومشاكل في المعتقد الديني، يعني عندهم مشاكل في الاعتقاد، عندهم مشاكل في المعتقدات. هو يكفر بالله يؤمن بالكواكب، يؤمن بالله يكفر بالكواكب. طب خلاص، انا اؤمن بالله الذي خلق الشمس، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الله هو الذي سخر كل هذه الأشياء وخلق الخلق وخلق الكواكب وخلق النجوم وخلق المجرة. الله هو الذي خلقهم وصيرهم. يبقى يجي واحد يكفر بهذه الأشياء، أبسط القواعد إنه يكفر بهذه الأشياء، يكفر بكل مخلوقات الله. طب وده ينفع؟ أبى الله إلا أن يجعل لكل شيء سببا. وترجع تاني تقول زحل هو سبب، المشتري سبب، زحل هو سبب، القمر هو سبب، كلها أشياء مسببة لا أكتر ولا أقل. ومن هنا يا أخي في الإسلام وفي الإيمان، إيمانك بوجود طاقات مؤثرة خفية أو تأثيرات خفية أو طاقة غيبية أو إيمان غيبي، أو إيمانك بطاقة الكواكب، إيمانك بطاقة الجن والشياطين، إيمانك بمش عارف بإيه، كل ده لا يعني كفرك بالله. خلاص حلوين قوي كده، حلوين قوي يعني كده، هو ده المعتقد الصحيح، هذا هو المعتقد الصحيح، أن الله جعل لكل شيء سببا وشاهدا عليه، وإيمانك بهذا السبب لا يعني كفرك بالله. بس الموضوع سهل، الموضوع بسيط. بس سبحان الله، الله مسلط علينا ملاعين الوالدين، والله مسلط علينا الكفرة، والله مسلط علينا رجال الدين الأنجاس، والله مسلط علينا مواليد زحل القوس، والله مسلط علينا مواليد عطارد الحوت، والله مسلط علينا النطيحة والمتردية وما أكل السبح.